يكثر استخدام مجففات الشعر الحرارية، فبتصبح النساء بحاجة إلى عناية خاصة بشعرهن حتى لا يتعرض إلى التلف كالتقصف أو الجفاف مثلا. وتهتم المرأة بشعرها باستمرار حتى يصبح صحيا وجذابا، لكن التعرض لعوامل خارجية كانخفاض درجات الحرارة قد تصيب الشعر بالعديد من المشكلات. لذا لابد من اتباع عدد من النصائح للحفاظ على تألق الشعر شتاء، وهذا ما سنتعرف عليه مع ضيفتنا خبيرات التجميل جنة حجة، معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير كارلو، صباح الخير ولا، صباح الخير صباح الخير جنة. لكل المشاهدين عم تابعونا. أهلا وسهلا جنة، واسمك جميل يا جنة، يعني جديد وفريد. صباح الخير طبعا عليكي. شكرا عليكي. ولا، انت الأجمل. ثانك يو حبيبتي. بداية يعني صباح الخير عليكم. صباح النور. بداية ايه ابرز مشاكل الشعر اللي يعني في الشتاء اللي ربما يعني الاكثرها شيوعا؟ هي القشره طبعا، لكن نحب نتعرف من حضرتك اكثر، ايه اكثر مشاكل الشعر شيوعا وليه بتزداد في الشتاء تحديدا؟ في مشاكل كتير كبيرة للشعر، مثل القشرة، مثل التساقط، مثل الجفاف، التكسير للشعر. هاي كمان أمور كتير بتعاني منها السيدات عموما. لازم الحماية لهاي الأمور اللي بنعاني منها نحن السيدات لشعرنا، عشان هيك في مواد وفي تريتمنت معينة للشعر المفروض على السيدات اتباعها لحماية شعرها من أضرار القشرة أو التكسر بالشعر والتقصف. التساقط كمان بهاي الفترة كتير بيأثر على الشعر بفترة الشتاء. بس هو أيضا يعني لماذا في الشتاء تحديدا بتزداد هذه المشاكل؟ يعني من ايه؟ من المية الدافية اللي بنستخدمها ربما واحنا بنغسل شعرنا، أكيد من برودة بفصل الجو؟ الشتاء. أكيد بفصل الشتاء في كتير عوامل، أكيد من كل سيزن لكل سيزن في تغيير على الشعر. هلأ فصل الشتاء عامل كتير مهم، لأنه فصل جاف وبارد وفيه رياح وهواء ويعني برد قارس على الشعر. الشيء الأكثر شيء اللي بيأثر على الشعر من هاي العوامل يلي هي نحن بنكون بجو رطب ودافي بالبيت أو بالشغل عموما، فحالة الشعر بتكون مستقرة، فعم تطلع السيدة للهواء الخارج والرياح الباردة والجفاف، هذا كله عم يعمل تكسر بالشعر نفسه. فلازم الحماية له بالمعالجة، بعدم ترك الشعر كمان مبلول، الرطوبة العالية بالشعر عدم تركه مبلول، لازم تجفيفه دائما بعد كل شاور له. استخدام تريتمنت كتير مناسبة له للشعر لحسب نوعية الشعر طبعا. خبير التجميل أو خبيرة التجميل رح تساعد السيدات على أنها تختار النوع المناسب للتريتمنت المناسب للشعر وللحالة وللوقت السيزن والجو. يعني فينا نعمل بروتكشن بالصيف للشعر، فينا بالشتاء نحافظ عليه بتريتمنت معينة بشامبوات معينة، هذا أكيد رح يحافظ علينا بفترة الشتاء بهذا المناخ من السنة. جنة، ذكرت أنه لازم يتجفف الشعر دايما، ولكن بنعرف كمان يمكن أنه كثرة استعمال المجفف الشعر أو السشوار، وخاصة وقتها يمكن يكون على مقربة من الشعر، أوقات يمكن كمان هو بسبب يمكن تلف للشعر، فكيف تنصح السيدة أنه تستعمل سشوار الشعر؟ هلا اكيد مجفف الشعر بشكل استخدام يومي، او بنقول نحن الستريتنر البيبي ليس، الاستخدام الخاطئ له للسيدات بالمنزل، هذا شيء كثير عم بياثر على الشعر، عم يعمل عليه تكسر وتقصف كثير عالي. فاكيد هو نحن عم بنقول بعد ما تاخذ شاور او تغسل شعرها المفروض انه يتجفف شوي، ما تطلع دايركت للهواء الجاف او البارد، لانه رح يعمل تكسر، او انها تربطه بكليبس بالبيت وتتركه مبلول ينشف بالكليبس، هذا رح يعمل تكسر بالشعر. هلا استخدام مجفف الشعر يفضل انه يستخدم من مرتين لثلاثه ماكسيموم بالاسبوع، بطريقه تكون شوي بروفيشنال، يعني عند الصالون مو بالبيت، ابتعادا عن الستريتنر او البيبي ليس بالبيت، لانه هذا الشيء كثير عم يحرق الشعر، عم بيؤدي الى التكسر بالاطراف والجفاف له بشكل كثير عالي وكثير كبير. نعم. فمع استخدامه بطريقه كثير تكون بروفيشنال، او لا يعني تروح السيده تزور الصالون انه يعملها السشوار تبعها بطريقه تكون احسن وما يقربوا كثير على الشعر. طيب جنة، يعني في البيت
ايه ممكن ماسكات نعملها من وصفات من البيت، ربما من فاكهة معينة، خضار معين، تحمي الشعر؟ يعني بنسمع مثلا عن الافوكاتو، كنت اول مرة اسمع عنه، بنسمع عن اللي هو اليقطين ربما. هل الحاجات دي فعلا ناجعة، يعني مفيدة للشعر فعلا وبتعمل تأثير وبتغطيه كويس؟ هلا انا مع اكلها وليس وضعها على الشعر. هلأ في شركات متخصصة أو شركات تجميل كتير عالمية وكبيرة، أنت بتقدر تستخدمي التريتمنت تبعه الماسك للشعر الخارجي من الأفوكادو أو من اليقطين أو من جوز الهند، من هاي النبات. أما أكله يفضل أكثر، لأنه الجسم السليم والغذاء السليم للجسم هو رح يفيد فروة الرأس بشكل أكبر والشعر بشكل أكبر. هلأ مو ضدها، معها برضه، لأنه إذا ما فادت ما حتضر، لأنه مواد طبيعية. بس عموما الأكل أو الفواكه أو الخضار الطبيعية بتفيد البشرة بشكل بتعطي إفكت أسرع من إنها تنحط ماسك على الشعر، فهي بتفيد البشرة أكثر من الشعر بشكل أسرع. ممكن نستخدم تريتمنتس ثانية من شركات ومواد تجميل موجودة، أكيد عندها مصانع كيماوية كتير عالية لفحص الشعر، فأكيد هي رح تفيد أكثر. خبير التجميل هو رح يساعد السيدات بنوعية شعرها وشو اللي رح يفيدها بشكل أكبر، وإيش رح يعطي رطوبة لعدم تكسر الشعر وتقصفه بهذا الوقت وبهذا الجو بفصل الشتاء عموما. يعني بخصوص التقصف، دايما بنسمع وقت يمكن السيدة أو الفتاة بتعاني من هالموضوع بتقص أطراف الشعر، كمان بتنصحي حضرتك بقص الشعر وقت يصير في أي مشكلة؟ وكل قد إيه لازم يعني هي كمان تقص شعرها أو تقص الأطراف لا يمكن تشيل التقصف؟ أكيد مع القص بشكل دوري أنا للشعر تقريبا المدة اللي راح تكون تتراوح بين شهر لشهر ونص نقدر نحن التريمينج. وفي تكنيك هلا كثير عالي، انه في سيدات كثير ما بتحب تقصر من شعرها او عندها فوبيا، انا ما بدي اقص او فنحن بنساعد هاي السيدات بالتكنيك انه ما ينقص، بس يقيم نسبه كبيره من التقصف او الجفاف بيصير بنهايه الشعر. هذا كثير رح يفيد السيدات اكيد مع القص والتغيير. كمان السيدة لما بتقص شعرها في قصات كتير جديدة، في قصات كتير حلوة بتعطي تغيير لشكلها، بتعطي تغيير لنفسيتها طبعا، وبنفس الوقت بتحافظ على شعرها لفترة أطول إنه يكون صحي ويعني ممتاز. عم بتحس أي سيدة بتحس بشعرها إنه يكون صحي ولمعته حلوة وممتاز واللوك تبعها كمان حلو، أكيد بيفرق بشكلها وبنفسيتها كمان وبصحة شعرها. فمع القص أكيد 100% وبشكل دوري وليس بفترات متباعدة، يعني نحن كل شهر شهر ونص تقريبا لو عملنا تريمينج بسيط لأطراف الشعر المتكسرة هذا كثير رح يفرق بطوله وبغذاء بشكل أفضل. أتجنب إيه في الشتاء جنة؟ عفوا؟ أتجنب إيه في الشتاء؟ يعني ربما غسيل الشعر بماء دافئ مثلا، ربما مع يعني أتجنب إيه في الشتاء حتى لو أكل معين أو حاجة معينة أو طقس معين بعمله طول السنة أجي في الشتاء لا أتجنبه من ناحية شعري طبعا. في اشياء كثير لازم نتجنبها بفصل الشتاء، اللي هو نحن بفصل الشتاء بنكون بالبيوت بتكون التدفئه او جسمنا مستقر حرارته والشعر ماخذ رطوبته المستقره، فما بصير نطلع دايركت للهواء بشكل سريع للشعر انه يطلع، يعني يطلع دايركت للبرة يكون في هواء قوي، دائما بنكون مغطينه، نضلنا نحافظ شوي شوي نعطي المناخ الخارجي للشعر. بالاضافه لانه ما بصير نغسل مي اكيد بمي ساخنه كثير، تكون معتدله ودافيه. الشتاء شوي مغري انه ناخذ شاور بمي كثير دافيه وكثير ساخنه، فلا بدنا نعطيه وقت شوي شوي ليتكيف مع الجو انه ما يتعب الشعر او يتكسر. تجفيفه طبعا شيء كثير مهم مثل ما قلت سابقا، واستخدام شامبوات وتريتمنت مفيدة للشعر هذا أكيد رح يفرق مع السيدة لحمايته. نعم. أعطي له ترطيب لأطراف الشعر، القص تبعه كمان كتير مهم. نعم. أكيد إن شاء الله جنة، يعني كل السيدات هاي كل أمور تعملنا حماية كاملة للشعر. أكيد إن شاء الله كل السيدات والفتيات اللي عم بتابعونا أكيد ياخدوا بنصيحتك. جنة بنتشكرك، أنت معنا من الأردن خبيرة التجميل، شكرا لك.